رحب بكل من يتابعنا من أهلنا أهل المدينة، إن شاء الله دائما تكونون بخير وصحة وسلامة، ونتمنى لكم بداية أسبوع سعيدة إن شاء الله. أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج أهل المدينة. الله بالخير لكل من يتابع قناة الشرقية وبتحديد برنامجنا أهل المدينة. يوم جديد ومشوار جديد وأكيد مواضيع جديدة تخص المدينة وأهلها. أول شيء نبدي برنامجنا ويا الصحافة. الخبر الأول موجود بجريدة الدستور: المرور تخير أصحاب سيارات المنافست بالتقسيط أو استبدالها بأرقام دائمية. مديرية المرور العامة راح تخير أصحاب السيارات اللي تحمل أرقام المنافست بالتسقيط أو أن يبدلون أرقامهم بأرقام دائمية. ونفت أنه مجمعاتها المرورية توقفت عن تسجيل السيارات ومنح الأرقام الدائمية للسيارات الحديثة بالوقت الحاضر. يعني مالكين والحائزين والوكلاء القانونيين يقدرون أن يغيرون أرقامهم القديمة إلى دائمية، أما بتسقيط سياراتهم اللي تحمل أرقام سوداء ومنحهم شهادة إيداع لاستيراد سيارة حديثة، وايضا يقدرون ان يبدلون ارقام سياراتهم بارقام دائميه. وهذا الاجراء يشمل جميع انواع المركبات بمختلف موديلاتها بالعراق كله. نروح الى خبر اخر في الدستور ايضا. الخبر يقول انه البرلمان يقول صرف منح الطلبه وزياده المتقاعدين قريبا. طبعا تعرفون انه كلمه قريبا عندنا مطاطيه، يعني قد تكون شهر وشهرين وثلاثة أو سنة وسنتين وخمس سنين وأكثر. والعنوان الآخر يقول استبعاد نيابي لإقرار الموازنة العامة خلال الأسبوع الجاري. وبالتالي يعني العنوان الأول ينتهي صلاحيته، ولأن الموضوع مرتبط ارتباط كبير بموضوع الموازنة العامة اللي صار لها أكثر من شهرين في مجلس النواب، ولحد الآن خلين هم الجلسة مفتوحة، وموضوع الموازنة العامة لا زال نقاشات وسجالات، والمفروض أنه هو يوصل من مجلس النواب إلى النواب وهم يقرونه ويوافقون عليه وينتهي الموضوع. حاليا هسه كل كتلة سياسية لها قراراتها الخاصة التي تفرضها على الموازنة العامة. اللي يهمنا بالموضوع، لأنه موضوع الطلبة لحد البارحة احنا وصلتنا رسائل كثيرة على الفيسبوك ويسألون أنه أكو منحة لو ماكو منحة. الخبر يقول أن اللجنة المالية ما عندها أي مشكلة، بالعكس إحنا فرحانين أنه أكو هناك راح تكون منحة للطلبة، هذا حكي مجلس النواب، وأكو زيادة برواتب المتقاعدين، هذا الموضوع إيجابي. لكن الموضوع متعلق بموضوع الموازنة العامة وإقرارها، والموازنة العامة وإقرارها حسب ما هم قالين قد نتفق خلال يوم أو خلال ساعة أو نتفق خلال أشهر. فالموضوع يا طلابنا الأعزاء مرتبط بالموازنة العامة حسب تصريحات مجلس النواب. الظاهر هم خافوا يعني يقولون ان الموازنه العامه خلال الاسبوع ما تصير، فالجماعه قال لك شو اخر نفرح الطلاب القشمر عليها في كم يوم حتى يهدئون. فالموضوع مرتبط بالموازنه العامه هسه، هاي الشماعه اللي جاي احنا او مجلس النواب وكل الوزارات متمسكه بها بقوه. موضوع يعني الموازنه العامه راح يلحقون يتخرجون وقشمر راح يطبقون. يعني صار ثلاث سنوات، هو ثلاث سنوات هذا انه منحه الطلاب بالضبط، يعني اذا بالثالث هسه مرحلة ثالثة راح يتخرج سنة الجاية وبعدها هو الأصل يعني يمكن الموضوع أو القريبا مالتهم أولاد أولادنا يعني يلا يستلمون منحة الطلب. هسه نروح أيضا إلى خبر أيضا موجود بجريدة الدستور: تحديد أسعار أراضي كرخ بغداد ورصافتها للتحاسب الضريبي. حددت الهيئة العامة للضرائب ضوابط تقدير أقيام العقارات لمدينة بغداد وضواحيها لسنة 2012. الضوابط حددت سعر المتر المربع الواحد بالكرخ من 175 ألف إلى مليونين دينار، وتراوحت أسعار العفو المتر المربع الواحد للرصافة من 120 ألف ومليون دينار إلى مليون دينار. وأيضا ذاكرة هواية من المناطق، يعني مناطق الكرخ ومناطق الرصافة من العطيفية بادية إلى التاجي والشعلة، ومناطق الرصافة أيضا بغداد الجديدة والغدير وزيونة وغيرها، والأسعار مالتها إذا تريدون تعرفون سعر المتر بأي منطقة شوفوا تفاصيل هذا الخبر بجريدة الدستور. بالمناسبة كاتبين أنه هذه الأسعار جاءت في محضر ضوابط محافظة بغداد اللي عقد بين الهيئة العامة الضرائب ومديرية التسجيل
العقاري. يا بلاش يعني اسعار رخيصه كلش، يعني رخيصه على الناس اللي بتمكنه طبعا. بس هي المشكله يعني هي حدت الاسعار، يعني الناس راح تلتزم بها هاي الاسعار لو ما تلتزم. هي هاي المهمه. طيب نروح نشوف الطقس شلون راح يكون باكر ونرجع. نبدأ رحلتنا من مدينة النفط. من هي؟ أكيد الكل يعرف أنه هي كركوك، لكن كركوك تعيش التناقض. طوابير السيارات رجعت تصطف أمام محطات البنزين. المشكلة أنه هو ماكو أزمة في البنزين، يعني موجود متوفر، لكن عندهم مشكلة في قلة عدد المحطات الموجودة هناك، وتنحل المشكلة بإنشاء محطتين بس. شوفوا شوفوا شقد الحلول سهلة، لكن ما أعرف ليش يصعبونها ويعقدونها يعني بعض المسؤولين. نروح نشوف شنو حكوا الناس عن هذا الموضوع ونرجع. اليوم أهل المدينة في مدينة كركوك يعانون من هذه الطوابير اللي يوقفون بها كتر ربع ساعة وساعة، وهم مقبلين على فصل الصيف وراح تكون هناك أزمة، عندهم مخاوف في هذه الأيام المقبلة، يعني خاصة إحنا مقبلين على شهر الربيع. كركوك اليوم تعتبر محطة عبور، وهاي هي سبب المشكلة الأساسية في مدينة كركوك. كركوك تعتبر محطة عبور لكل المحافظات العراقية، خاصة تعتبر محطة يعني محافظة يعني مجاورة لإقليم كردستان، وكل السياح اللي يجون من بغداد الاقليم يطبون على كركوك، يفولون بنزين يطلعون. هذا ما اثر على سبب الاختناقات اللي تصير بالطوابير البنزين في مدينه كركوك. الحل موجود، والحل جدا بسيط لحل مشكله ازمه البنزين في كركوك، هي تكون هناك جلسه نقاشيه، وتكون لجنه طارئه تقعد بين المحافظه ولجنه المنتوجات بتشييد محطتين رئيسية، هي محطة جنوبية ومحطة شمالية. محطة جنوبية تم حسمها الأرض مالتها من قبل البلدية لإدارة المنتوجات، ولكن هناك مشكلة للمحطة الشمالية، عدم تخصيص لحد الآن قطعة الأرض من دائرة بلدية كركوك لإدارة المنتوجات. هذه اللي ما تخلي هناك أزمة في مدينة كركوك. والله احنا كل شيء نتوقع، كل شيء واحد يتوقع، مرات يصير ازدحام، مرات يعني تجي 10 دقائق، ولا مره يعني منها تجي تلزم لك تقريبا ساعه، 3-4 ساعات، مرات ساعه ونص واكثر. ويعني هذا بنزين موجود، هو كل شيء بنزين موجود، بس شنو هالازدحام ما ندري. طيب اذا سووا محطتين شماليه وجنوبيه، محطات كبار مو افضل؟ محطات يعني كبار عملاقه. والله اعتيادي طبعا افضل، افضل كل شيء افضل. اي لا ماكو، هو كل شيء ماكو مشكله، بس هم اذا يريدون يسوون ماكو مشكله، ماكو كل مشكله. يعني انت مع تنفيذ قرار يعني محطه جنوبيه محطه شماليه؟ والله احسن محطه جنوبيه محطه شماليه، حتى احنا على العالم ياخذ بنزين يعني براحته. صار لها اسبوع تقريبا على هالوضعيه هذه. دائما بدايه الربيع تصير. صحيح، بس ما ادري يعني ذاك اليوم سالتهم من شنو سبب هالازمه، ما حد يعرف شنو سبب. على غفله شوف صارت ازمه. سبب يعني كركوك يعني تعتبر محطه عبور سياحه، ما سياحه يجون على اقليم كردستان، وهي الناس كتفور منها. اي بس مو جديده هاي الحاله، يعني مو هسه صارت كركوك بهالوضعيه. هاي صار لنا فتره وكانت زينه الوضعيه، كلها زينه. طيب اذا سووا محطتين، واحده جنوبيه واحده شماليه، محطات كبار عملاقه مو افضل؟
والله المحطات مو زينه، موجوده عدد المحطات زينه، بس سبب الازمه ما تدري يعني. الناس اللي جايه يبيعون البنزين تجاري بالشارع يعني. زين المحطات الاهليه اوقات اشتغال المحطات الاهليه اوقات قصيره يعني، مو مثل الحكوميات. المحطات الحكوميه هذه محطه يعني شغاله، بس الاهليات لا، مده اشتغالها قصيره، قبل المغرب ويعزلون. فهاي تشكل في الازمه. شو صار لها تقريبا؟ والله اسبوع تقريبا، كل اسبوع تقريبا، اسبوع صار الازمه. والله احنا بكركوك العمل جاري، انه فردي وزوجي، يعني اذا هو زوجي هالقد الزحام، اذا فردي وزوجي شلون راح يكون؟ ما اعرف يعني ليش. قد يكون بعض الناس يعني يخافون من هذه الازمه ويخزنون بنزين، او قد يكون طيب. اكو مقترح بين اداره المنتوجات انت تشيد محطات يعني جنوبيه وشماليه، محطه عملاقه اكبر من هاي المحطه بثلاث مرات اربع مرات، مو افضل تحل المشكله؟ والله طبعا تحل المشكله، لانه عدد السيارات كثرت بالعراق خاصة. وكركوك هي منطقة صايرة بالوسط بين المحافظات، فأكيد إنه كلها راح تخلص بنزين وتفول منها البنزين من كركوك، فأفضل يكون بنزين خان بعد أكبر من هذه بعد يكون أفضل. بس المحصلة مقررة تكون هون بس 40 لتر، صحيح؟ هسا بس 40 وما قاعد يكفي ال 40. يعني هاي سيارة دا تصرف كثير، يعني إذا أطلع بيها أروح للموصل وأجي ما يكفي. هاي الازمه والله هواي هاي يعني، مو لا مره ولا مرت يعني، كل ما نفول ازمه يعني صار لنا يعني. ودائما بدايه الربيع تصير ازمات يعني، كل كركوك محطه عبور يعني المحافظات. اي مو اللي يجي من المحافظات من بغداد يطلع الاربيل يعني لازم يمر من نص كركوك. اي واحنا عندنا زوجي وفردي دا يتعارض وياه، احنا دا نشوف العالم يعني ما يطبموهم اللي يجي من بغداد يعني، هاي اكثر من حاله تصير قدامي. طيب الحل شنو؟ والله الحل يفتحون هواي محطات مزدوده بكركوك. وإذا يسوون فد محطة يعني شمالية وجنوبية مو يكون أفضل؟ والله والله هي تبقى للمختصين يعني، أكيد عندنا وزارات وعندنا مسؤولين أكيد هم. يعني أنتوا بالصيف تخوفون تجمعهم من طوابير الزحام؟ والله شوف، موسم عيد يصير الزحام، رمضان يصير الزحام، بداية عطلة يصير الزحام، ما تدري. صار لها فترة تقريبا هاي الأزمة يعني، إحنا بلد نفطي ولازم يصير البنزين إحنا متوفر بكل اوقات وبدون اي ازمه، بس مع الاسف ويا منو نحكي. طيب المحافظات اللي عندي يجون من بغداد والمحافظات الجنوبيه اللي يجون للشمال، مو شوي تاثر علينا؟ والله طبعا نتاثر، لان الازمه ما شاء الله السيارات هوايه صارت، كركوك محطه عبور صارت، وكركوك خاصه صارت محطه عبور بين الشمال وبين الجنوب. نعم. فطبعا نتاثر عندنا، بس مع ذلك عندنا مضخات هوايه يعني، بنزخانات مثل هاي البنزخانه، وعندنا بنزخانه مالت العقبه، وعندنا بنزخانه مالت الاسكان. طيب اذا يسوون في المحطات الاثنين الكبار يعني عملاقه شماليه وجنوبيه، مو تكون افضل شوي؟ طبعا طبعا، ايش ما تكون اكثر البنزخانات طبعا تاثر بقله الازدحام. عندكم مخاوف ايام المقبله تكون ازمه اكثر؟ طبعا والله عندنا يعني، كل ما يصير البنزين اقل ويصير الازدحام طبعا يصير عندنا مخاوف اكثر. ايش تتاملون يعني؟ والله نتامل من الحكومه شويه تسوي لنا بنزخانات اكثر، خاصه بكركوك، لان هي محطه عبور بين الشمال وبين الجنوب، كل ما تصير اكثر احنا نرتاح اكثر. مجموعة من الموظفين وعمال شركة الدجيلي التابعة لوزارة الصناعة والمعادن خرجوا بتظاهرة بسبب عدم دفع رواتبهم لمدة عامين، يعني صار لهم سنتين بالضبط هم ما مستلمين رواتب، والكل أصحاب عوائل. خلوا نروح للكوت ونشوف هذا التقرير اللي وصلنا. كلا كلا للبطالة، كلا كلا للبطالة، كلا كلا للبطالة، كلا كلا للبطالة، هيهات من الذلة، هيهات من الذلة، هيهات من الذلة، هيهات من الذلة. هل يسمعون شنو معنى كلمة هيهات من الذلة؟ هيهات من الذلة، هيهات من الذلة، هيهات من الذلة، هيهات من الذلة.
السلام عليكم. انتم اليوم خرجتوا بمطالب مشروع، ما هي هاي المطالب؟ اهلا وسهلا بك، السلام عليكم. من 2003 لحد الان كلها خواطر من المسمح اللي من المحافظه، دزينا على مجلس محافظه، طلعوا عجز عضو مجلس محافظه، سووا له عزيمه جماعه الحراميه بدي اقول استملكوا الاراضي مال الشركه 36 بدونم ومطلوبين مليارين وكسور للحكومه، يعني هاي الحكومه تحصي هذولا هم متجاوزين، يعني اذا مجاز في الشارع بشرفك يخلوني؟ ما يخلوني، لا كيف هاي الحكومه تخاف من عندهم؟ اجى عضو مجلس محافظه راح ضرب الغداء والعالم ايام تموز واقفين هنا ننتظره، كانت انه جوع والعطش، اجى الساعه الواحده وجايب الجماعه وياه. المطالب هو اريد تفعيل غرار 212. ايه بتحويلنا على خدمات خدمات يلا نسيت الخدمات هنا بالمنطقه صفر، لان ماكو لا عندنا مجلس بلدي لا مدير ناحيه، ما حد يشتغل. انت قاعد قدامكم شوفوا الشوارع، شوفوا المدارس، مشوا هاي المدرسه صار لها تقريبا 3 سنوات هي لحد الان ما من جزء منها كل شيء، رواتبهم ما مستلمينها لاكثر من سنتين، يريدون مصدر عيشه لهم ولعوائلهم، ما عندهم كل مطالب، لا مثلا لا خدمات ولا عندهم قرارات لجنه مشكله بامر ديواني من رئاسه الوزراء احنا نريد تفعيلها. المقررات مال اللجنه انه تحويلهم على كادر وزاره الصناعه الملاك الدائم، شيء ثاني تاهيل المشروع، والثالث انه يعطونا منحه لتمشيه في الوقت الحاضر لحين اكمال معاملات تحويلنا. هاي الرايدين هن هذني الرايدين هن خليه يحولون، الناس اخذت حقوقها وارتاحت، وهاي صار لها 10 سنوات الشركه 10 سنوات. او هاي كتبنا اللجنه النقاط، هاي اسماء اللجنه المشاركه المشكله بالامر الديواني، عم شوفها هاي، وهاي توصياتها، هاي شوفها، هذا الكتاب مال رئيس المجلس اللي خاطب به بالاعتصام السابق قبل 8 شهور. يعني هذا هذا الكتاب شنو هذا؟ هاي لجنه مشكله بامر ديواني من رئاسه الوزراء، من رئاسه الوزراء. نعم. هذا كلهم اعضاء مجلس محافظه وزاره الزراعه وكلهم هاي اسمائهم، ولا تريد هذا الفايل هذا تاخذه اخذه، هذا فايل مستنسخ احنا جايبينه للاعلام، وهذا الكتاب الامر الديواني الصدر هذا هذا من رئاسه الوزراء، وهذا الملحق مالته شوفه، هذا انه هو المفروض يصير جوه التكمله مالته، شوف خلاف بين المحافظ ورئيس مجلس محافظه، هذا التقرير مالتهم شوفه، هذا شوفه من الامانه طالع الكتاب هذا طالع من الامانه عيني، هذا شوفه كتاب سري لحد الان ما نعرف وين هذا ضامينه، وين راح هذا، وين صدر من الفريق باوع الفريق الاول هذا اللي مطلع هذا وين القائد العام هذا، حتى طايحين بالختم مالته مضيعينه الختم والتوقيع، يعني اسمه من يكتبه هنا ويوقع التهميش مالته ماكو، هذا مضيعينه، هاي لجل مصالح شو اسمه، هذا موافقه وزير الصناعه والمعادن على توصيه اللجنه، اللجنه مو وصلت ودت كتاب المن الوزير الصناعه والمعادن الكربولي، تفضل هذا توقيع الكربولي، هذا توقيعه، هذا الامر الديواني استدرت عليه اللجنه، واسماء اللجنه تشكلت من بغداد، ياها رئيس مجلس محافظه من قعدوا من المحافظه شكل ويصار لكم بدون رواتب الكرتون سنتين ما ماخذين راتب، منو اللي يقبلها على روحه من يمهم كلهم، منو اللي يقبلها على روحه ما ياخذ راتب، شلون يعيش شهر واحد مو سنتين، اذا مو يقلب الامه، اذا مو يقلب البرلمان، منو اللي يقبلها بيهم؟ كلا كلا للبطالة، كلا كلا للبطالة، كلا كلا للمفسدين، كلا كلا للمفسدين، كلا كلا للمفسدين، كلا كلا للمفسدين، كلا كلا يا ظلام، 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 كلا كلا يا ظلام. احنا بعد هاي المشكله مشكلتنا طرحناها، مشكلتنا هي عائقه بامانه رئاسه الوزراء، والمشكله الوحيده انه هذا دليل، احنا من نحكي على دليل ما نحكي يعني هو شبك لو عندنا ضدانيه ولا احد، وهذا هنا السيد المحافظ مقصر بها، نعم مقصرين بها، والمجلس يعني ما متابعين هذا الموضوع صار له 8 شهور، ولا هم يقبلونها على عوائلهم، السيد المحافظ، السيد رئيس مجلس المحافظه، المسؤولين الموجودين، لا يقبلونها على روحهم، قال يقبلونها ذاك اليوم التقينا بالسيد المحافظ هنا، وللاسف الشديد
للأسف الشديد ها أخويا ما يصدق منهم، يقولون جماعة الشركة أنه يدير وهم من عندنا. قبل فترة أجا هنا سيد رئيس مجلس محافظة قال أنا بريء مني الإسلام، يا تسمعوني يا عمل تسمعوني، قال بريء من عندي الإسلام، معاملتكم ماشية وقضاياكم كلها ماشية وقيد التنفيذ، كلها وعود كاذبة، ماكو يعني ماكو مصداقية. خلينا نكون عن التصريحين، الأمر هو يخص رئاسة الوزراء ما يخص المحافظة. هو يقول جانا كتاب من رئاسة الوزراء، يقول اجانا وصلنا للمحافظة. نعم بس تنفيذ ماكو يعني تنفيذ بس ينفذوه هم من المحافظة، ماكو ما نعرف احنا شنو هذا الحكي، ما نعرف. احنا عمل ما عندنا ضدانية ويا اي احد بشر، ولا عندنا ويا الدولة، ولا عندنا ويا اي مشكلة ويا انسان، احنا نريد رواتبنا فقط. زين نريد تحويلنا على وزارة، نريد معاشنا، لان احنا كنا اصحاب عوائل ما عندنا مشكلة ويا اي بشر كان. يعني مثل ما شفنا بالاستطلاع انه عندهم مطالب كثيره، لكن يمكن اهمها هي موضوع تاخر استلام الرواتب، يعني سنتين ما مستلمين رواتبهم، وهذا الروتين القاتل. يعني هسه هم حكوا عن كتابنا وكتابكم، يعني يمكن لو بس نتخلص من هذا الموضوع كان هواي امور انحلت. على العموم احنا حتى نفهم اكثر عن الموضوع ويانا ينضم لنا السيد محمد عباس اللي هو مدير شركه الديجيل. مرحبا سيد محمد. اهلا وسهلا، حياك الله. يعني بالبدايه نسال عن اهم موضوع انثار في الاستطلاع، من المسؤول عن تأخر استلام الرواتب لموظفي شركة الديجيل؟ والله موضوع الشركة وعدم شمولها بالرواتب كونها من الشركات المساهمة، طيب، والتي لم تشمل بقانون مجلس النواب الذي شمل الشركات العامة في وزارة الصناعة بالرواتب بشكل منح من الدولة. نعم. إلا أن هذه الشركة بالرغم من أنه حافظت على منشآتها جميعا اللي هي تابعة للدولة واللي تابعة إلى وزارة الصناعة، إلا أنه لم تشمل بأي راتب أو إعادة تأهيل بطريقة القروض أو المنح. للسبب الآن الذكر اللي هو أنها من الشركات المساهمة، وجود مساهمة عربية لوزارة التجارة الأردنية بنسبة ما يقارب 12.5%. طيب سيد محمد، يعني الموضوع يا مجلس الوزراء باعتبارها شركة مساهمة ما شملتها بالقرار، انطت حل الموضوع؟ يعني شنو قالت لكم؟ خلاص قفلوا الشركة لو انتم تعتمدون على نفسكم، غير المفروض انه اكو حلول للموضوع لان هاي موظفين. نعم احنا بعد المراجعات الكثيرة مع وزارة الصناعة و مجلس محافظة واسط ومحافظة واسط ورفع الموضوع الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تم تشكيل لجنة بأمر الديواني 212 في عام 2009 للجنة وزارية لدراسة موضوع شركة الديجيل وإعطاء الحلول المناسبة. في حين هذه اللجنة اللي مشكلة في عام 2009 قامت بزيارة المشروع لعدة مرات وأعطت دراسة متكاملة طلبت بها تمويل المشروع عن طريق المبادرة الزراعية كونه مشروع إنتاج حيواني نباتي ومن المشاريع الزراعية الرائدة. طيب. إلا أن هذا الموضوع أيضا جوبها بعدم القبول من قبل هيئة صناديق وزارة الزراعة اللي هي المبادرة الزراعية أيضا بسبب وجود الشريك الأردني في هذا المشروع. يعني شنو مشكلة؟ بعد هذا الموضوع تم تشكيل لجنة أخرى في الشهر الخامس 2012، طيب، شهر آيار الماضي 2012 ايضا لجنة تشكلت بإشراف الأمانة العامة لمجلس الوزراء لدراسة الموضوع وإعطاء الحلول المناسبة. طيب هاي صار 7 أشهر او اكثر، 9 أشهر، شنو 9 أشهر شنو تنتظر اللجنة حتى تقرر في مصير يعني وناس لهم سنتين ما مستلمين رواتب، واللجنة من اجت لكم اخر مرة بشهر الخامس 2012 وهسه الناس 2013 شهر الثاني راح يخلص، شنو اللي تنتظره؟ شنو المبررات بالتأخير؟ نعم اللجنة أعطت توصيات في حينها وكان التوصيات بالضبط في شهر حزيران الماضي، يعني بعد تشكيلها فترة أقل من شهر. طيب. ومن هذه التوصيات أولا إعطاء المنتسبين رواتب من مجلس الوزراء كمنحة لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة لتثبيتهم على الملاك كون لديهم
خدمة تتراوح بين هل هذا صار؟ 10 إلى 20 سنة. تنفذ القرار هذا أنه أعطاهم منحة لو مجلس الوزراء ما وافق؟ لا لا ليس قرار، كان مجرد توصية. طيب. لأنه الأمانة العامة لرئاسة الوزراء لم تصادق على هذه التوصيات ولم تنفذها لحد الآن. طيب وهسه آخر شيء شنو عندكم بعد أنه طلعوا تظاهرات حاليا، لأنه وصلوا مرحلة سنتين وعوائلهم تنتظر ويردون رواتب، شنو آخر شيء وصل يعني من يوم قمتوا التظاهرات إلى حد الآن؟ أنا أقصد الموظفين. نعم إحنا عدنا إلى المظاهرات والاعتصام، حيث أنه سبق وإن كان عدنا اعتصام بالعام الماضي واللي اللجنة اللي زارتنا برئاسة مستشار السيد رئيس الوزراء الأستاذ صادق السعداوي. طيب. وأوعدنا ب الإجراءات اللي ذكرتها لكم، إلا أن هذه الإجراءات لم تنفذ، فتم إعادة نصب مخيم للمنتسبين أمام مديرية ناحية التواصل واعتصام مفتوح لحين تنفيذ إما هذه التوصيات أو إحالتنا وإضافتنا إلى الملاك الدائم، حيث كان من ضمن التوصيات هو إضافة الكادر إلى وزارة الصناعة لكون هذا المشروع من مشاريع وزارة الصناعة. أكيد. إذا السيد محمد عباس مدير شركة الدجيل، شكرا لك. والموضوع حاليا مجلس الوزراء يا أما يعني يشملهم بالقرار ويدخلون ضمن وزارة الصناعة والمعادن أو الزراعة، أو أن هم يعني ينطونهم منح إلى أن يتم يعني حل مشكلتهم، لأنهم راح يأخذ وقت. هي هاي احنا المشكله، صار لهم سنتين الروتين القاتل، الروتين احنا هذا المشكله اللي لازم يعني نتخلص من عنده حتى تمشي امورنا. طيب هسه نروح الى الموصل، اصحاب المحلات بوحده من العمارات، عماره القدسيه تحديدا اللي موجوده بالدواسه بالموصل، وقفوا امام كاميرتنا وشكوا من وجود بوري مكسور ودا يسبب فيضانات ودا يدخل المي حتى الى محلاتهم. اشتكوا أكثر من مرة لكن ماكو أي حل، والموضوع صار له شهرين. روح نشوف. حبيبي أول شيء احنا نعاني منها تقريبا صارنا شهرين، طبعا راجعنا الأوقاف، الأوقاف اجت فحولوها على المياه ومجاري، المياه ومجاري اجوا الناس فيرجعوا يطلعون يسدون القفل، اكو قفل يم السقال، يطلعون يسدون القفل الماء ينقطع هنا، يرجعون المغرب ما اعرف بفلوس ببلاش، اكو شخص ده يطلع يفتح القفل له مصلحه بيها ما نعرف بيها، فمحلاتنا تدمرت بضايعنا تدمرت، فاذا يقبلون بيها المسؤولين اللي موجودين واللي الشخص اللي معني على هاي الشغله فاحنا يعني ما نعرف ايش نسوي. هاي من الصبح نجي نفتح ما نسترزق، طبعا هذا الشغل كله على المسح، ماسكين الماسحات، ماطور اشترينا على حسابنا بدنا نسحب المي، الماطور ما يلحق ندفع المي، المي يرجع خلال 5 دقائق 10 دقائق يرجع المي نفس الحاله، يعني اذا يعبر عن المحلات. زين هسه يعني هذا السحب مال المياه يعني هذا الماطور من عندكم انتم؟ هذا الماطور من عندنا الخاص، احنا اللي اشتريناه، يعني جماعه المحلات اللي اشترته، جو الجماعة لقينا لكم صورة حل، يروحون وما يرجعون وما يفيد نهائي، يعني هاي الشغلة ما صار لها يوم ولا يوم، أكو سيان، أكو ريحة كريهة تطلع من الماء، صيانة ماكو نهاية على العمارة، يعني نهاية على العمارة ماكو المحلات هسه، المحلات اللي تريد نسويه يعني المحلات كلها تشترك وتجمع اللي تريد تسويه، أي شخص أي أحد ما يجي على العمارة. طبعا إحنا صار لنا تقريبا شهرين نعاني من هالفيضان، واكو بالعماره يعني اكو من العماره من احد المحلات دا يجري من عندها المي، دا يجري من عندها المي، المي يقوم يتسرب على المحلات، فبهالاثناء هذه ما يعني شغلنا كله رزقنا كله وقف. اي زين انتم كاصحاب محلات يعني باعتبار هاي العماره تابعه للاوقاف، ناشدتوا الاوقاف، جوي مهندسين حالوها للمجاري، تحدث لي عن هذا الموضوع. والله بالنسبه لي يعني اصحاب المحلات قالوا انه قسم الصيانه طلعوا المهندسين طلعوا شافوا الموقع، بس ما عاد سووا له اي حل، ما يعني ما يعطون اي حل، يقولون انه المجرى من جوات عماره، يعني البوري جو من جوات عماره، فاحنا ناشد يعني مدير البلديه خلي يسوي لنا
طلع لنا كادر من عنده سوى لنا حل هذه، واحنا بصراحه انقطع رزقنا. هاي صار لنا شهرين بصراحه، عامه يعني ما ياثر على البناء. العماره هي العماره طابقين، يعني مكونه من طابقين، فهذا يعني المي اثر على البنايه، اثر احتياج يعني، وسوي نزيز حتى يعني العمار قم يعني قم الانهيار يعني، لان المي ما قليل. لا تخلي احد يغري يا ولد، لا والله اخي العزيز هي بدون تعليق يعني الشيء اي شاف قدام العين، كل هاي وضعيه رزقنا احنا بالعطله، واحنا السنه كلها قاعدين زين، الايجار منطيحنا وهسه راح يجمعون الايجارات، هي هاي وضعيه عماره يجون بس ياخذون الايجار على الجاهز، لاكو صيانه لاكو متابعه، غير تطلع لجنب متابعه يشوفون يكون الوضعيه تعبانين، هاي من الصبح ليسع بالمايات، العالم تجي من فوق وتنهزم، تشوف الوضعيه تعبانه، يجون هنا جماعة البلدية الدوائر كلها المعنية لازم تجي هنا تشيك تشوف الوضعية، البلدية تجي تجمع فلوس، كلهم يجون يجمعون فلوس وكل شيء ما نشوف، إيجارات وقت بوقت ما يدفع يطلع من المحل. أنتوا شو راح تدفعون إيجار هذا العام وأنتوا ما مشتغلين بهاي الفيضانات؟ أخي العزيز والله هاي الشغلة ما أدري شو راح نحلها، غير يجون يشيكون على الإيجار يجون ركض، زين تعالوا أنتوا هسه شوفوا الوضعية، هاي وضعية ترضي أحد؟ رزقنا كله مقطوع، العالم تنهزم، واحنا موسمنا هسه 15 يوم العطله ومن بعده قاعدين كلنا صافنين، بدي يلا دش هسه وين هاي الوضعيه، وين الشغل، كل شيء ماكو، كل شيء ما مستفادين. مثل ما شاهدتوا هذه المشكله اللي دي يعاني منها اصحاب المحلات، نكرر انه هي عماره القدس الموجودة بالدواسة في الموصل، يا ريت يعني يتم إصلاح هذا البوري المكسور حتى الناس تشوفها مرزقها. أكيد يعني نتوسل بقسم الصيانة إنه يروحون شوية يحركون نفسهم يصلحون الموضوع، لأنه هاي أرزاق ناس وعمارة يعني جوز توقع، لأن هي أصلاً بينها حتى عمارة القدس قديمة، فيعني وما يصالح للشرب يعني، هذا حرامات إنه يكون هذا أيضاً إهدار للمال العام، فيعرف إنه قسم الصيانة الموجودة في الموصل تروح تراجع الموضوع وتشوف شنو المشكلة وتحلها حتى الناس تعيش حياتها بشكل طبيعي. هذا كل ما كان عندنا اليوم، نتمنى دائماً نلتقي على الخير والمحبة والسلام والنعم والسلام دائماً على العراق من شماله إلى جنوبه. نشوفكم بخير إن شاء الله، مع السلامة.